يقول هل ورد دعاء في شهر شعبان عند دخوله؟ كل الأشهر إذا رأى الهلال يأتي بالذكر الوارد عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد، وهكذا الذي ورد عند رؤية الهلال في رمضان وفي غيره وفي شعبان وفي غيره، كل هلال شهر يأتي بهذا الدعاء إذا رأى الهلال.